كان نناقش مع ضيفي الدكتور سعود المطير استاذ الاقتصاد في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. اهلا ومرحبا بك معنا دكتور. بدايه تعليقك على فتره اعلان النتائج، كيف تفسر ردة فعل السوق حيال سابق؟ متراجع الأرباح 7% تقريبا، ومع ذلك كانت عندك الحركة على السهم جيدة، أكثر من 1.8 من المكاسب على السهم، بماذا تفسر ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك وللمشاهدين والمشاهدات. فيما يخص طبعا نتائج سابق، وإن كانت أقل من ربع المماثل لعام 2015 إلا أنها أفضل من التوقعات، وأيضا فيها النمو مقارنة بالربع السابق. أكيد أن هذه النتائج بمجملها بالنسبة لسابق أعطت يعني أثر إيجابي على السوق، لأن المهم في ذلك أن تكون النتائج يعني أعلى من التوقعات. ما دامت أعلى من التوقعات معنى ذلك أن نتائجها إيجابية وبالتالي تأثيرها إيجابي. سابق طبعا أكيد أنها تأثرت ببعض العوامل التي ربما تقلصت أرباحها مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، منها ما ذكرتيه، ومنها أيضا نتائج الشركات اللي تمتلك فيها الحصة الكبرى. بعض الشركات فعلا حققت انخفاضات كبيرة جدا في أرباحها مثل سافكو، أيضا أرباح كيان لا تتناسب مع القيمة السوقية، مع يعني كبر حجم كيان. كيان تمر ب يعني ظروف عصيبة، تكبدت ارتفاعات في التكاليف المفاجئة التي أعلن عنها قبل فترة. كل هذه وانتقلت إلى الربحية، يعني انتقلت من خسارة إلى ربحية، وما تنسى ينساب عندك 100% كمان أرباح، يمكن هاي أسباب كانت داعمة. يمكن بالنسبة لينساب لا شك أن أرباحها داعمة بكل تأكيد، لكن بالنسبة لكيان أرباحها تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم الشركة يعني. لكنها خرجت من الخسائر، يمكن هاي هي الناحية الإيجابية المتعلقة بها. هي مرت بمطبات، هي خرجت ثم عادت الخسائر ثم عادت الربحية، يعني كانت هناك تقلبات لم تكن مستقرة أوضاعها السابقة. نعم. طيب دكتور سعود، من مجمل النتائج نلحظ أن القطاع البنكي يعني في نظرة خاصة عليه، كيف تقيم النتائج؟ ما هو مستقبل الأعمال التشغيلية لقطاع المصارف السعودية في ضوء هذه النتائج؟ طبعا بكل تأكيد مع وجود السياسة المالية التقشفية وضعف في السيولة وضعف في إيرادات البترول، كل هذه تضغط فعلا على البنوك، وأيضا عملية الودائع في المستقبل سوف نجد أن الودائع تتناقص بحكم انخفاض الرواتب بمجملها. كل هذه الأمور سوف تضغط على البنوك، بالإضافة إلى عامل المخصصات، لأن عامل المخصصات يعني برز كثيرا في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يبرز أكثر في الربع الرابع. لأن أي عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود أو انكماش تبدأ مشاكل الشركات، وتبدأ وضع مخصصات الديون السابقة، وبعض الأحيان مخصصات لخسائر في المحافظ الاستثمارية لبعض البنوك. طب أعود الآن إلى الدين العام يعني الحكومي. اليوم السعودية تفكر أن تخرج خارج دائرة الاقتراض المحلي إلى الدولي منها، وتطرح يعني سندات بآجال بين 5 ل10 ل30 عام، وسعر الفائدة عليها يعتبر جيد إذا ما اعتبرناه يعني فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية يعني الحكومية. اليوم نتحدث عن رغم كل ذلك، لكن نجد أنه معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي السعودي مقارنة بالمنطقة مقارنة بالعالم مضبوط هو 11%، لكنه الأفضل. عندك اليابان 200%، عندك أمريكا 100%، قطر 36، الإمارات 15%. هل ينظر السعودي اليوم إلى هذا الموضوع بشكل إيجابي، أم أنه مجرد فتح الباب إلى التطرق إلى دين خارجي دولي هذا يعني أنه المزيد من التقشف وربما حذر في الاستثمار؟ طبعا لأول مرة يكون هناك طرح للسندات الحكومية في الدولار الأمريكي، ويعني تقريبا الحجم هذا الدين الذي سيكون حوالي 17.5 مليار دولار، ويعني كان هناك مفاجأة سارة، وهي أن الطلب عليه يمكن أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ، يعني في طلب كبير جدا، وهذا بكل تأكيد سوف يقلص عملية تكلفة هذا الدين.
بجعله يعني أقل من كان مما كان يعني متوقعا. لا شك أن هذا عامل إيجابي طبعا بحكم أن الدين العام في السعودية نعم هو منخفض، لكن بتجربة السعودية في فترات سابقة عندما وصل الدين العام تقريبا 100% أبانا أو بعد حرب تحرير الكويت، كان هناك دروس مستفادة وهو محاولة عدم يعني جعل الدين العام يتنامى بشكل كبير، ولهذا من خلال برنامج التحول الوطني هناك البحث عن إيرادات مستديمة لميزانية الدولة، ربما أن فعلا تنكمش عملية الدين العام في المستقبل إن شاء الله تعالى. دكتور سعود المطير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، أشكرك جزيل.